بكم إلى نشرة السادسة من يو تي في. أفاد مراسلنا نقلا عن شهود بوجود 7 مفقودين بحرق مخازن العطور في شرجة الوزيرية وسط بغداد. وأضاف مراسلنا أن 40 فرقة إطفاء لا تزال تحاول السيطرة على الحريق الهائل، مؤكدا أنها كلما اقتربت من إخماد النيران انفجرت قنان عطر أخرى متسببة باندلاعها على نطاق واسع، يصعب معها سيطرة الفرق على احتواء النيران وتطويقها، مثمرة مباني مجاورة للمخازن. وحول حريق شرجة الوزيرية انضم إلينا من موقع الحدث مراسلنا في بغداد حيدر البدري. أهلا بك حيدر. يعني حيدر، على مدار ساعات أنت تواكب جهود إطفاء الحريق في مخازن العطور، ما هو الجديد لديك حتى الآن؟ أهلا فاطمة. الآن يعني تحديدا أكثر من 6 ساعات على نشوب الحريق في هذه العمارة، هي مخزن خاص بالعطور ومواد التجميل وكلها مواد سريعة الاشتعال بالتأكيد، وحتى الآن النار خلفي مشتعلة. طبعا اضطررنا إلى الابتعاد عن العمارة بسبب توجيهات الدفاع المدني الذين طلبوا منا الابتعاد بسبب احتمالية انفجار عبوات أخرى من العطور أو السبريهات الموجودة أو مواد تجميل، والتي قد تنثر عدد من الشظايا، في حفاظا على سلامة كادر يو تي في طلبوا منا الابتعاد قليلا. فنحن الآن بالتحديد على جسر المشات أمامي الجامعة المستنصرية وخلفي العمارة المحترقة. الحقيقة أنه أحد رجال الدفاع المدني تحدث عن يعني صعوبة أو ربما حتى استحالة إطفاء نيران هذه العمارة المشتعلة في يعني هذا اليوم أو لحد ليلة اليوم، ربما لظهر الغد أو حتى لمساء الغد، بسبب الكميات الضخمة الكبيرة جدا. يعني نتحدث عن عمارة من 3 طوابق بمساحة تجاوز 300 متر بالقاعدة، يعني نحكي عن 900 متر مربع تقريبا أو أكثر، تحوي بمجملها على عطور، مواد تجميل، سبريهات شعر، كلها مواد قابلة للاشتعال، كلها مواد كحولية، ولذلك من الصعب جدا السيطرة. نعم. يعني كل اللي استطاعه الدفاع المدني أنه حصر الحريق ضمن نفس العمارة، محاولة عدم مساسة أو عدم انتقاله إلى مخازن قريبة. ربما تضرر المخزن المجاور الملاصق لنفس العمارة، احترقت السقوف اللي من مادة السندويش بانل. اللواء كاظم بوهان مدير الدفاع المدني لم يستطع يعني لم يكشف عن أسباب الحادث، يقول نحن لا نستطيع لحد الآن الكشف عن أسباب الحادث. تحدثنا مع أحد يعني أنا تحدثت بشكل شخصي على الهاتف مع أحد المصابين الذين أخرجوا إلى أحد المستشفيات القريبة، أكد لي بأنه السبب هو وجود يعني البورد الكهربائي كان خارج هذه البناية، وبسبب الأمطار قبل يوم أيام زخات المطر تم نقله إلى داخل البناية، والبناية كلها من السندويش بانل. طبعا يعني للأمانة لا نستطيع التأكد من صحة حديثه، رغم أنه تحدث بشكل مباشر، وكان من الناجين فور حدوث الحريق، قفز من الطابق الأول إلى الأرض فأصيب بكسور ونقل على أثرها المستشفى. يتحدث عن إمكانية وجود أكثر من 20 شخص بقوا داخل البناية ونجوا أيضا أكثر من 20 شخص. معروف بأنه هذه المخازن بها عدد من العمال، عدد من مسؤولي المخازن، عدد من أصحاب هذه البضائع. ولكن هل تأكد لك من مصدر رسمي؟ يعني هل تأكد لك من مصدر رسمي وجود مفقودين؟ يعني المصدر الرسمي من إحصائية؟ يعني أو وجود مفقودين هو شيء يعني هذه حقيقة ثابتة لا يمكن الجدال بها، لكن الاختلاف في عددهم. يعني نتحدث عن 7، 9، 11، ممكن إلى حد 20 أو 22 شخص. اللواء كاظم بوهان مدير عام الدفاع المدني عندما سألناه قال أنه لم يتأكد لدينا أي شيء عدا ذوي بعض المفقودين، تحدثوا إلينا عن فقدانهم الاتصال بذويهم بسبب غلق هواتفهم. يعني أيضا الوقت وقت الحريق تأكدنا أنه كان في يعني بين 12 ظهرا والثانية 12:30 ظهرا، أثناء فترة تجمع جميع العمال لغرض الغداء، يعني جميع الموجودين في مجموعات. تحدث لنا أيضا أحد منتسبي الدفاع المدني عن تحديدهم لغرفة في الطابق الثاني قد تواجد فيها
المفقودين وأكدوا وجود مفقودين. المشكلة بأنه الآن رجال الدفاع المدني لا يستطيعون الدخول للعمارة حتى هذه اللحظة. المحاولات فقط لغرض حصر الحريق ضمن نفس العمارة، وكما ذكر لنا السيد بوهان بأنه كلما يعني ربحوا مسافة، يعني أطفأوا مسافة معينة أو مساحة معينة، تبدأ الانفجارات ليعود تعود ألسنة النار والدخان. لحد هذه اللحظة فاطمة أصوات الانفجارات مستمرة وبشكل مستمر، إضافة إلى هذا أنه نقدر ندخل بالكاميرا أكثر أنه الحريق مستمر، ألسنة الدخان مستمرة. طبعا تأكدنا بأنه يعني الدخان، يعني حتى نعرف حجم الحريق، ممكن مشاهدته من منطقة الدورة. أنا شخصيا رصدته من جسر الجادرية لما كنت متوجه إلى المكان. نتحدث عن مسافات بعيدة جدا، وهذا يدل على ضخامة هذا الحريق. أيضا يعني يجب الحديث عن أنه أكثر من 35 فرقة إلى 40 فرقة من الدفاع المدني بإسناد كامل من قوات الشرطة، من أمانة بغداد التي ما زالت تزودهم بتناكر الماء لغرض يعني تزويدهم بالمياه. كميات المياه مهما كانت تأتي لا تكفي لمحاولة إطفاء هذا يعني الحريق. الاستجابة من الدفاع المدني كانت سريعة حيدر، ومع ذلك لا يستطيعون إطفاء النيران حتى الآن. نعم، الاستجابة فاطمة الاستجابة سريعة كانت وبكميات كبيرة من قواطع الكرخ والرصافة، ولكن موقع العمارة نفسه هو أيضا كان أحد الإشكالات التي ربما أخرت نوعا ما معالجة الموضوع. كان الدفاع المدني يبحث عن منفذ للدخول العمارة، صار بشارع ضيق جدا وألسنة اللهب يعني منتشرة بشكل يعني عانى رجال الدفاع المدني حتى استطاعوا الحصول على منفذ والوصول لغرض إطفاء الحريق. أيضا تحدث لي أحد ضباط الدفاع المدني عن إمكانية انهيار العمارة الآن في أي لحظة، خاصة أنه مع كل انفجار يعني شاهدناها بعينه لكن لا يمكن أن ترصد الكاميرا، كانت الجدران العمارة تهتز مع هاي الانفجارات السريعة اللي دا نسمعها. احنا نلاحظ جدران العمارة تهتز آسف فاطمة، فممكن انهيار العمارة أيضا في أي لحظة، كما تحدث لنا أحد الضباط اللي طلب مننا الابتعاد من موقع الحادث. بصورة عامة ننتظر ربما حتى ظهيرة الغد، وإن يعني تبقى هي الأمور. يعني السيد بوهان مدير عام الدفاع المدني قال نحن لا نستطيع تحديد وقت لإطفاء الحريق بالكامل، يعني ممكن أنه نحصل على ثغرة ونستطيع إطفاءها بسرعة وربما يستمر إلى أوقات غير معلومة، لكن المتوقع أنه ربما حتى يعني صباح الغد ظهيرة الغد تستمر ألسنة اللهب والدخان بالتصاعد من هذه البناية. رصدنا أيضا تضرر المخازن القريبة ليس بالحريق ولكن من شدة العاصف وأصوات الانفجارات ودرجات الحرارة العالية، تأثرت المخازن القريبة من العمارة المحترقة. يعني شاهدنا انبعاجات في السقوف، خصوصا أنه معظمها هي من السندويش بانل، هذه المادة سريعة الاشتعال سريعة التأثر بالحرارة. شاهدنا أيضا تضرر هذا. رصدنا يعني عشرات من ذوي المحاصرين أو الضحايا أو يعني المفقودين، يعني لا نملك الآن تسمية رسمية لنستطيع أن نحدد وضع الذين كانوا موجودين بالعمارة قبل الحريق، لكن رصدنا العشرات من هذيهم ببكاء وعويل وصراخ. ويعني بالتأكيد يعني كان موقف مؤثر جدا. يعني يجب أن نذكر فاطمة بأنه هذا الحادث، يعني احنا لم يمر على حادثة انفجار الصهريج في القاهرة الثانية أيام قبلها بأسابيع سقوط مستشفى المركز المختبر الصحي أو ما ذكر اسمه بالضبط في منطقة الكرادة، حريق مستشفى ابن الخطيب، عبارة الموصل، غيرها من هذه الكوارث كلها تشترك، وكما أكد أيضا لنا لواء كاظم بوهان كلها تشترك بسبب واحد هو عدم تطبيق معايير السلامة والأمان، لا منظومات أطفاء، بناء من السندويش بانل، بناء سريع، تغليف بالكوبونت، هذه مواد ربما بالحرارة الشديدة بحرارة الشمس الشديدة ممكن أن تسبب احتراق، تأسيسات الكهربائية خاطئة أيضا لا تطبق بها أي معايير للسلامة، وبالنتيجة يعني بكل ألم نتحدث أنه ممكن هذه لن تكون الحادثة الأخيرة سواء في بغداد أو في باقي المحافظات. يعني نأمل أن تؤخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار حيدر. بالتأكيد سنبقى على اتصال معك حيدر لمعرفة آخر المستجدات. جزيل الشكر لك حيدر البدري مراسلنا من بغداد.
في سياق أجرى رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني اتصالا هاتفيا بمحافظ النجف ماجد الوائلي بشأن حريق مشروع المدينة المائية. وذكر مكتب المحافظ في بيان أن الوائلي أطلع السوداني على تشكيل لجنتين، الأولى تحقيقية بخصوص ملابسات الحادث والأخرى لجرد الأضرار ومطالبة المستثمر بتعويض المتضررين. وأفاد مراسل يو تي في في النجف بأن أصحاب المحال المدمرة بالحريق تجمعوا اليوم أمام محكمة استئناف النجف وطالبوا بتعويضهم ومحاسبة المقصرين. أصدر مكتب رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني أمرا ديوانيا بإحالة رئيس الحكومة السابقة مصطفى الكاظمي و17 من وزرائه إلى التقاعد. وثيقة الأمر الديواني أوردت أنه بالنظر إلى منح مجلس النواب بدورته النيابية الخامسة الثقة للحكومة وأدائها اليمين الدستورية، واستنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الدستور والتشريعات النافذة، تقرر إحالة رئيس وأعضاء الحكومة السابقة إلى التقاعد، فيما وجه الكتاب الجهات ذات العلاقة بتنفيذ هذا الأمر. وفي وقت سابق قرر السوداني أن تكون إدارة جهاز المخابرات الوطني ضمن إشرافه الشخصي المباشر في المرحلة الحالية. جاء ذلك في زيارة أجراها لمقر جهاز المخابرات، وأكد خلالها دعم الدور الوطني للجهاز بوصفه مؤسسة أمنية تطلع بمهمة كبيرة ومشرفة لخدمة الوطن. رئيس الوزراء شدد على أهمية أن يكون تنفيذ مهام المخابرات موافقا لمعايير المواطنة الحقة والمصالح الوطنية والأمنية العليا للبلاد. قرر رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني نقل المدير العام للتحقيقات في هيئة النزاهة إلى خارج الهيئة. وذكر بيان رسمي أن نقل مدير جاء لثبوت تقصيره في الإجراءات المتعلقة بقضية الأمانات الضريبية وفقا لنتائج لجنة التحقيق المختصة، مشيرا إلى إحالة محضر التحقيق في هذه القضية إلى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة. وفي إجراء آخر وافق السوداني على طلب استقالة رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سهى النجار، موجها الأجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم، ومخولا سلار محمد أمين نائب رئيس الهيئة بتسيير أمور الهيئة بشكل مؤقت. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور أحكام قضائية بسجن مديري صحة الأنبار السابق وبابل الأسبق. دائرة التحقيق في الهيئة ذكرت أن محكمة جنايات الأنبار أصدرت حكما حضوريا بالسجن 8 سنوات بحق مدير صحة الأنبار السابق لتسببه في هدر واختلاس قرابة 6 مليارات دينار، بينما أصدرت محكمة جنح الحلة حكما غيابيا بسجن المدير العام لصحة بابل الأسبق 2 لارتكابه عمدا مخالفات في واجباته الوظيفية. أجل مجلس النواب اليوم القراءة الأولى لمشروع قانون خدمة العلم إلى الجلسة المقبلة. وقال مراسلنا في مجلس النواب أن المجلس وقبل أن يرفع جلسته إلى الثلاثاء أنهى القراءة الأولى لمشروعي قانون الخدمة المدنية الاتحادي وقانون حماية الطفل. وأضاف المراسل أن 7 نواب جددوا أدوا اليمين الدستورية في جلسة اليوم، وكان مجلس النواب أقام مجلس عزاء على روح النائب عن كتلة دولة القانون محمود شاكر السلامي بحضور رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني قبل بدء الجلسة. وعن مشروع قانون خدمة العلم قال النائب معين الكاظمي ليو تي في إن إقرار القانون وتنفيذه من شأنه أن يغذي الروح الوطنية لدى الشباب ويستوعب مئات الآلاف منهم. هذا القانون باعتباره يغذي الروح الوطنية لدى الشباب ويستوعب مئات الآلاف منهم بشكل تدريجي لمدة سنة أو سنة ونصف حسب المستويات الدراسية، وهناك رواتب تدفع لهؤلاء المجندين تبدأ من 300 ألف دينار وترتفع إلى مبالغ أخرى حسب مستوياتهم الدراسية، وهكذا يكون هناك تدريب للشباب وتأهيل إضافة إلى التوجيه المعنوي والعقائدي المطلوب. هذه أمور مهمة من شأنها أن تطور الجيش العراقي، ووزارة الدفاع يجب أن تكون مؤهلة
للقيام بهذا المشروع، والذي هو من المؤمل بعد إقراره أن ينفذ بعد سنتين من هذا التاريخ. استهل فريق الجهد الخدمي والهندسي التابع لرئاسة الوزراء عمله بحملة خدمية في منطقة الحرية ببغداد. الحملة تهدف إلى إكساء الشوارع الرئيسة والفرعية ومعالجة مشاكل الخدمات في مناطق بغداد، ثم الانتقال إلى المحافظات الأخرى. وكان رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني عقد اجتماعا مفصلا الجمعة الماضية مع فريق الجهد الخدمي والهندسي، بعدما أقر جلسة الحكومة الأخيرة تشكيله لتلافي نقص الخدمات ومتابعة مشاريع البنى التحتية المتلكئة ذات المساس بحياة الناس. زار رئيس تحالف السيادة الشيخ ميسا الخنجر المؤرخ والمفكر عماد الدين خليل في منزله بنينوى، واستقبل خليل الشيخ الخنجر على رأس وفد سياسي حيث بحث الأوضاع العلمية والاجتماعية والسياسية، كما ناقش الطرفان سبل عودة نينوى إلى منزلتها العلمية بوصفها رافدا من روافد العلماء والأدباء والمفكرين. من جانبه قدم خليل مطالعة للخنجر بشأن احتياجات نينوى وضرورة نهضتها العلمية والثقافية من جديد. في السياق، أجرى رئيس تحالف السيادة جولة تنفيذية في المدينة القديمة أيمن الموصل، وزار الخنجر جامع النوري ومنارته الحدبة، والتقى بالكادر الهندسي المقيم والمشرف على إعادة إعمار المسجد التاريخي، فضلا عن لقائه القنصل التركي في نينوى محمد كوجاك سقالي. وفي الجولة نفسها زار الخنجر منظمة بيتنا للثقافة والفنون وتجول في أقسامها، فيما ناقش مع عدد من الناشطين المدنيين أوضاع الموصل واحتياجاتها. بدعم أممي تتسع المساحة الخضراء في نينوى لتحتضن أهلها وتعود متنزهاتها إلى الحياة بعد إزالة آثار الموت، أكبر متنزه في الموصل أصبح جاهزا لاستقبال العائلات ومجهزا بملاعب رياضية ومرافق ترفيهية. على مساحة تصل إلى 76 ألف متر مربع، أعيد تأهيل أكبر متنزه في الموصل بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يوانهابيتات، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي للمساهمة في سد حاجة المدينة من المنشآت والمرافق الترفيهية. هذا النوع من المتنزهات حقيقة منفذ للشباب وللأطفال والنساء وفئة المعاقين، تم مراعاة استخدام التقنيات الحديثة في هذا المتنزه، ومنها استخدام يعني التقنيات الصديقة للبيئة، وأيضا خلق مساحات خضراء للشباب على وجه الخصوص وفئة المعاقين وذوي احتياجات خاصة. حقيقة هذا النوع من المتنزهات يكون متنفس، وحقيقة هو فرصة لخلق سلم مجتمعي. لم يكن سوى أرض مهجورة في أيمن الموصل لا حياة فيها، لكنه اليوم متنزه يستعد لاستقبال مئات آلاف المواطنين بعد تجهيزه بملاعب وصالات رياضية وحدائق. في هذا المشروع استطاعت الجهات المنفذة أن تحقق أهداف كثيرة من أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيقها في غضون العام 2030، فتم تحقيق 12 هدف من أهداف 17 بضمنها استخدام الطاقة المستدامة، الطاقة الشمسية والنظم الزراعية الحديثة. وتسعى المنظمات الدولية العاملة في الموصل إلى إنشاء مساحات خضراء داخل الأحياء السكنية تكون بمثابة متنفس للأهالي ضمن خطة لدعم التماسك والاندماج المجتمعي. هذا المشروع والمشاريع الأخرى تحقق عائد اجتماعي كبير جدا. هذا المشروع تم تصميمه، تم تخطيطه، تم تنفيذه من خلال بنات وأبناء الموصل، طبعا يحقق أو يعيد اللحمة الاجتماعية من خلال برامج التدريب، من خلال برامج التشغيل. على مدى أكثر من 4 سنوات عقب تحرير الموصل، شهدت المدينة إنشاء وإعمار عديد من المتنزهات والساحات العامة، أصبحت مقصدا يوميا لكثير من العائلات في المدينة. وتوفر هذه المتنزهات متنفسا حقيقيا لأهالي الموصل في ظل انعدام وسائل مماثلة بمدينة ظل سكانها حبيسي منازلهم لعدة سنوات. من الموصل، محمد سالم، UTV. أنشأ مجموعة من أصحاب المكتبات داخل أحد أسواق مدينة سامراء رواقا معرفيا على غرار شارع المتنبي في بغداد والفراهيد في البصرة، إدراكا لأهمية وجود الشوارع الثقافية وأسواق الكتب وخصوصا في المدن التاريخية.
على غرار متنبي بغداد وفراهيد البصرة، أنشأ مجموعة من أصحاب المكتبات رواق ابن المعتز الثقافي داخل أحد أسواق سامراء الشعبية. مئات العناوين المتنوعة تعرض هنا على مدار الأسبوع، لكن التجمع الأكبر لمثقفي المدينة يكون يوم الجمعة. كان رواق ابن المعتز في سامراء خدمة للقراء ومحبي الكتب والتراث والباحثين ومحبي الطبعات القديمة والنادرة، فكان هذا الرواق المتنفس الثقافي في سامراء يلجأ إليه المثقف والقارئ والأكاديمي والباحث، وحقيقة التمسنا قبولا جيدا وحضورا لا بأس به. ويسعى القائمون على هذا الرواق إلى تطوير مشروعهم عبر إقامة نشاطات أسبوعية يقدمها مثقف المدينة وأكاديميوها لتكون شبيهة مركز ثقافي على غرار مدن أخرى. اليوم دا نلاحظ أنه أكو أقبال على قراءة الكتب الثقافية وقراءة المناهج الحقيقة المحفوظة. للأسف الشديد في الآونة الأخيرة دا نلاحظ أنه خاصة الشباب دا تلجأ للمواقع، خلينا نقول مواقع التواصل الاجتماعي أكثر، ودا تقرأ بالتليفونات، لكن هاي الكتب للأسف مطمورة. نتمنى يكون أقبال عليها ونتمنى يكون أكو اهتمام خاصة بالكتب الثقافية والكتب اللي موجودة هنا. نتمنى يكون أكو توجه مثل ما لاحظ في شارع المتنبي. وتسعى مدارس وكليات في جامعات صلاح الدين إلى تنظيم زيارات علمية لرواق ابن المعتز لتعريفهم بأهمية وجود الشوارع الثقافية وأسواق الكتب في المدن التاريخية وخلق أجيال قارئة ومواكبة لأحداث العناوين العربية والعالمية. من صلاح الدين، محمد قادر، UTV. تكتسب مدينة أور الأثرية أهمية دينية وتاريخية باعتبارها مركزا مرشحا لمشروع حوار الأديان، بينما لا تزال المدينة وبناها التحتية غير مؤهلة لاستقبال الوفود التي تتجه أنظارها صوب المدينة الضاربة في القدم. تعاد الصلاة الإبراهيمية مرة أخرى في قداس يستذكر فيه ممثلو الفاتيكان زيارة الحبر الأعظم لمدينة أور الأثرية وبيت إبراهيم عليه السلام. بين حين وآخر تتجدد اللقاءات التي تأخذ طابعا يراه الجميع هنا استكمالا لمشروع حوار الأديان الذي بلغ قمة حضوره على الأرض بزيارة البابا قبل أقل من عامين. نلتقي في أرض إبراهيم اللي تجمعنا كأخوة كلتنا، مهما كان انتمائنا الديني، مهما كان انتمائنا العرقي، كلتنا أبونا هو إبراهيم، وهذه الأخوة البشرية اللي شدد عليها قداسة البابا لمن إجا هنا لهذه الأرض إلى أرضكم. وفيما ترى حكومة ذي قار في الاهتمام العالمي بمدينة أور أبعادا تؤهلها لتصبح مركزا لجذب الحجيج المسيحيين من كل أصقاع العالم، فضلا عن البعدين الإنساني والروحي. هاي بادرة يعني ربط وحوار أديان وتعايش سلمي بين مختلف الشعوب، بالإضافة للبعد الاجتماعي المتمثل به هو وجود الطوائف المتعددة من البلد الآن الموجودين في هذا الحفل. لكن مراقبين ينتقدون الأداء الحكومي في هذا الاتجاه، فما زالت المدينة الأثرية وبناها التحتية غير مؤهلة لاستقبال هذه الوفود التي تتجه أنظارها صوب المكان لأهميته التاريخية والدينية. دائما تأتي يعني الناس والوفود إلى هنا، لكن لا تجد بنى تحتية حقيقية وخدمات مهمة وأساسية بالنسبة لهم، وبالتالي تكون هنالك انتقادات لهذا الواقع. نأمل أنه أن تسرع الجهات الحكومية المعنية بتطوير مدينة أور الأثرية بإكمال مشاريعها على أرض الواقع وإبراز الصورة الحقيقية لأهمية هذه الزيارات. وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد أعلنت تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير البنى التحتية لمدينة أور عبر صندوق إعمار محافظة ذي قار، ورغم أن اللجنة وصلت إلى مراحل متقدمة فيما يخص إعداد التصاميم الأساسية للمدينة الجديدة بالتنسيق مع الإدارة المحلية للمحافظة، فإن المشروع لم يرى النور حتى الآن. من الناصرية، أحمد السعيدي، UTV. نشرة السادسة انتهت، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.